السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. إدارة مطار النجف الأشرف الدولي توضح ملابسات حادثة الطفل وما يتعرض له المطار من إشاعات وهجمات مسيسة، وفي الوقت الذي أثبت فيه مطار النجف الأشرف الدولي نجاحا منذ تأسيسه لأكثر من 14 عام، ولم يسجل طيلة عمله أي خرق أمني، وكان ولا يزال من أنجح المطارات في تقديم الخدمات وأكثرها في عدد الرحلات. لذلك وجب علينا البيان لجميع أبناء الشعب العراقي أن المطار اتخذ عدة إجراءات أمنية مشددة، وتم تشكيل لجان للتحقيق مختصة ومحاسبة الجهات المسؤولة والمقصرة بأشد العقوبات، كما تم التأكيد على مساعدة الحالات الإنسانية للمسافرين. ونبين حقيقة ما جرى أن أكبر المطارات في الدول المتقدمة تتعرض إلى أعمال إجرامية وخطف للطائرات وللطواقم، ولم يشن عليها حملات للتسقيط، ولكن مطار النجف الأشرف يتعرض إلى هجمات كثيرة من قبل بعض الجهات المسيسة والمدعومة من قبل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية وبعض وسائل الإعلام غير المهنية التي لفقت الأكاذيب ونشرت صور مزيفة للطفل ونسبت أحداث وتفاصيل غير صحيحة للحادثة، والتي رافقتها شائعات مغرضة والغاية منها استهداف عمل مطار النجف الأشرف الدولي. وكما نؤكد أن أي مواطن ممكن أن يدخل المطار بسيارته الشخصية أو مشيا على الأقدام، ولحد صالة الوصول التي يدقق فيها الجواز وتفحص الحقائب، وكذلك الطفل الذي مر بإجراءات التفتيش من مدخل المطار وتعرض لفحص الأجهزة الفنية الأمنية من كشف المتفجرات وغيرها من الإجراءات. ونحن نعترف بوجود تقصير في دخوله لصالة المغادرة، وتم محاسبة المقصرين، ولكن هذا الحادث لا يتناسب مع حجم التسقيط والهجمات الإلكترونية المدفوعة الثمن من جهات مسيسة. لذا نهيب بجميع المواطنين الكرام إلى توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والابتعاد عن الإشاعات، ونقدم خالص شكرنا وتقديرنا لكل من ساند المطار هذا الصرح الناجح من مواطنين ووسائل الإعلام الذين دعموه ووقفوا معه ونشروا الحقيقة بشكل مهني وواقعي. إدارة مطار النجف الأشرف الدولي.